فأنا واحد من الناس اللي حقدت على الحج إسماعيل واتهمته في الجبن والتخاذل والآخره. حتى لما طلعنا من الحصار من بيروت، للحقيقة أنا بحكي لك هالمواضيع، ما يقول يزيد صايغ الصفل. يزيد بيستند لمعلومات ومش كلامه هو، وأنا الرجل وثق تاريخ بالوثائق. أنا بحكي هذه القصة. في النهاية هناك وثيقة في الرئاسة الفلسطينية موقع عليها إسماعيل جبر بيتكلم فيه. أنا عندي رواية معاكسة. من وين أخذت هذه الرواية؟ من الحج إسماعيل شخصيا. الحج إسماعيل اتصل فيه على في دمشق وقال لي أنا بعد ما طلعنا من بيروت عافية من حصار بيروت، وقال لي بالحرف الواحد إجا لعندي قال لي بدي نص ساعة بس من نقطة. أنا الناس تتهمني كلهم بالجبن، أنا مو فارقة معي، بس أنت كأحمد جبريل أرجوك أنه تفهم الحقيقة. وطالع لي من جيبته لابس فيلد وقال لي تفضل هذه هي البرقية من أبو عمار يطلب منه الانسحاب. فقال لي تفضل قريت التاريخ والساعة في عملية. طب قل لنا دي، لأن دي وثيقة مهمة. أنا هذا الكلام هلا يمكن أبو الحاج إسماعيل بسمعني، هلا له مسؤولية كبيرة في الضفة الغربية. أنت كده هتفنشه الآن. أعملها. أنا الرجل أرسل ربما بعدين برقية أخرى. بعد ذلك أنا سألت الناس في داخل فتح اللي انشقوا وعملوا انتفاضة في فتح من أبو صالح وقدري وعارف كيف وأبو موسى، أكدوا لي هذا هالموضوع. يعني عرفات هو الذي أصدر الأمر للقوات المنظمة بعدم القتال والانسحاب أمام الإسرائيليين. والانسحاب هذا الموضوع هيك. لا قل لي أنت الكلام ده على مسؤوليتك. أنا عم أقول لك هو حدث عملية الانسحاب العشوائي هذا فعلا، أما كيف تم هلأ أنت بتقول في رواية يزيد صايغ، أنا عم بحكي لك في رواية أخرى، وهذا الموضوع متروك للناس تدقق في هالروايتين. عارف كيف؟